تعرف شو صار معي امبارح دكتور؟ لا من وين بدي اعرف؟ شو انا نبي؟ خبرني شو صار معك؟ والله يا دكتور امبارح نسيت اتبسمل مرة تانية. اذا ضليت هيك عم تنسى تتبسمل راح تتعفرت عليك كل العائلة يا سيد اسلام. لا لا دكتور نسيت اتبسمل بس مو بغرفة النوم. مو بغرفة النوم؟ لكان وين على السطوح؟ ولك لا لا بالحمام. ايوه بالحمام. باين عليك مخبى بديلك يا سيد اسلام. ايه علينا دكتور ما يروح فكرك لبعيد مو مثل ما بتفكر. لكان شو؟ قضاء حاجة دكتور. قضاء الحاجة بدها كمان بسملة؟ ايه طبعا طبعا دكتور. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم كمان مرة: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإنه يسن له أيضا عند دخول الخلاء أن يقول الذكر الوارد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يقول بسم الله قبل الدخول. وشو يعني الخبث والخبائث؟ يعني الشياطين ذكور وإناث دكتور. الله يستر. إيه والله يا دكتور الله يستر. الخبث معناها ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. وشو بيصير لما تنسى تتبسمل بالحمام؟ بالحمام لما يكشف واحد عن عورته دكتور بدون ما يتبسمل بيصيروا الجن يتفرجوا عليه. بس هيك؟ وممكن يصير اشياء تاني دكتور. ليش حسيت بشي؟ الله أعلم دكتور الأثار بتبين بعدين، مشان هيك لازم نحصن أنفسنا من الجن. طبعا طبعا لازم تحصن نفسك مو ناقصك. إيه اللي فيك بيكفيك؟ ها شو قصدك دكتور؟